بالقرب من بغداد صوب الشرق مدينة صغيرة اسمها المدائن، تحتضن ضريحا لرجل عظيم من بلاد فارس اسمه روزبة. فوق هذا الضريح قبة ومئذنتان تحكيان حكاية البحث عن الله، حكاية البحث عن الحقيقة. روزبة هو طفل لرجل من بلاد فارس، كان من كبار الضهاقين، من كبار الإقطاعيين وملاك الأراضي والأطيان. أرسل ابنه روزبة لقضاء حاجة أو لشأن من شؤونه في يوم من الأيام، فمر روزبة بطريق الصدفة على كنيسة ووجد أهلها يصلون، فأعجبه صلاتهم. سأل عن أصول دينهم، فقالوا إن أصول الدين المسيحي في الشام. هنا قرر روزبة أن يترك أهله وقبيلته وعشيرته ويغادر أملاكه وأطيانه وأباه وأمه للبحث عن حقيقة، وبدأت رحلة البحث عن الحقيقة. هاجر روزبة من بلاد فارس إلى بلاد الشام ليكون خادما عند أحد رهبان الشام. عندما شعر الراهب بدنو أجله بعد أن خدمه سلمان سنوات طويلة، عندما شعر الراهب بدنو أجله سلم لسلمان لوحا طينيا مقدسا ونصحه بأن يصاحب أو يرافق راهبا في أنطاكيا. هاجر سلمان مرة أخرى من بلاد الشام إلى أنطاكيا ليكون خادما عند أحد رهبانها، وبقي على ذلك فترة طويلة من الزمن إلى أن شعر الراهب بدنو أجله، فسلم لسلمان اللوح الطيني الذي كان قد سلمه إياه ونصحه بأن يصاحب راهبا في الإسكندرية. فذهب سلمان ثالثة من أنطاكيا إلى الإسكندرية ليكون خادما عند راهب من الإسكندرية. راهب الإسكندرية خدم عنده سلمان سنوات طويلة، أو خدم عنده روزبة سنوات طويلة، لم يكن حينها اسمه سلمان، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي أعتقه وسماه سلمان. عندما شعر راهب الإسكندرية بدنو أجله نصح روزبة وقال له سيخرج من أرض العرب نبي اسمه محمد بن عبد الله. هذا النبي من علاماته أنه يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، وبين كتفيه خاتم النبوة. أحب روزبة محمدا المبشر به دون أن يراه، وبدأ يبحث عن طريقة كيف يهاجر من الإسكندرية إلى الشام، إلى أن وجد قافلة متجهة من الإسكندرية إلى الشام، وضع نفسه خادما تحت تصرفها بشرط أن يوصلوه إلى الحجاز، فاشتراه يهودي من هذه القافلة شرط أن يكون خادما أو عبدا لديه. وعندما وصل إلى أرض الحجاز باعه اليهودي لامرأة وثنية كان عندها بستان. عمل روزبة عندها بسقي الحرث وتأبير النخل، وبقي عندها وأحبته حبا شديدا، إلى أن جاء بيوم من الأيام رهط من الرجال يظللهم الغمام، فأدرك سلمان أو أدرك روزبة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بينهم. عندها هرع إلى صاحبة البستان واستأذنها بطبق من ثمار النخل، جاء ووضعه أمام الرهط وقال لهم كلوا فإن هذه صدقة.
فأكل البعض وامتنع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الطعام. هرع روزبة ثانية إلى صاحبة البستان واستأذنها بطبق ثان وجاء به وقال كلوا فإنها هدية، فمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يده الشريفة وأكل من هذا الطبق. حينها التف روزبة خلف رسول الله ليتأكد من خاتم النبوة بين كتفيه، فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال أكلت من الهدية ولم أكل من الصدقة، فأنت تبحث بما معناه يعني يا روزبة أنت تبحث عن خاتم النبوة بين كتفي. فقال روزبة نعم يا رسول الله، والله إني ما أتيت إلا لأن أرى خاتم النبوة. حينها أعلن روزبة إسلامه وتمسكه بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، وحينها أيضا قام صلى الله عليه وآله وسلم بإعتاقه من الإمرأة الوثنية صاحبة البستان. ومن وقتها بدأ سلمان بصحبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، رغم أنه كان يبحث عنه منذ أن ترك بيته وداره وعشيرته في بلاد فارس عندما ذهب باحثا عن الله وباحثا عن الحقيقة. إذا أردنا أن نتلمس شخصية سلمان في طيات التاريخ وفي صفحات التاريخ، نجد سلمان قد تعمد في نهر الحكمة، كان حكيما، كان سلمان مميزا بأنه خبير في شؤون الحياة، وقد وردت الروايات أن عمره طويل جدا، وهذا يعني لا مانع. نوح في القرآن الكريم كان عمره 950 عام، سلمان أقل الروايات تقول أن عمره 250 عام، وأكثر الروايات تقول أنه أدرك عيسى عليه السلام ثم أدرك محمد، يعني أكثر من 500 عام. الروايات متعددة في طول عمره، لكن الاتفاق العام بين المؤرخين أن سلمان عمر طويلا، حتى عمر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا يدل على خبرته في الحياة. من أحد دلائل الخبرة التي عرضها سلمان وأفاد بها المسلمين، عندما تجمع اليهود والمشركون وبعض سفهاء قريش يريدون القضاء على الإسلام عن بكرة أبيه في غزوة الخندق أو فيما سمي بغزوة الأحزاب، حينها أشار سلمان على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بحفر الخندق، فحفر الخندق بمشورة سلمان وحفر المسلمون الخندق. وعندها جاء عمرو بن ود العامري وتصدى له أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام بضربة واحدة فانهزم الجمع، ونزلت الآية في القرآن الكريم وكفى الله المؤمنين القتال. بماذا كفى الله المؤمنين القتال؟ بسيف علي ورجاحة عقل سلمان الذي أشار على رسول الله بضرورة حفر الخندق لتوقي الحرب. أيضا في حصار الطائف سلمان أشار على رسول الله ضرورة دك حصون المشركين وسفهاء قريش بالمنجنيق، فقام سلمان بيديه الشريفتين وصنع المنجنيق وأخرج المسلمين من حصار الطائف. سلمان الفارسي شخصية من الشخصيات العظيمة التي مرت على تاريخ الإسلام. وإذا قرأت سلمان لابد لك أن تقرأي عن سماحة الإسلام، الإسلام الذي انصهرت وذابت في بوتقته كل القوميات وكل الشرائح والطبقات وكل المكونات والانتماءات، الإسلام الذي ضم بلال الحبشي وصهيب الرومي وسلمان الفارسي. أمير المؤمنين علي عليه السلام قال أنا سابق العرب وسلمان سابق فارس وصهيب سابق الروم، يعني هؤلاء أكثر الناس السباقين في أقوامهم، أول من سبق في العرب في الإسلام وفي الدفاع عن الإسلام وفي الجهاد في سبيل الله وفي صحبة محمد صلى الله عليه وآله وسلم من العرب هو أمير المؤمنين عليه السلام، ويقول أنا سابق العرب وسلمان سابق فارس، يعني أول رجل من فارس
يؤاخي النبي ويصاحب النبي ويكون في خدمته جنديا وحكيما ومخلصا وصادقا وفاضلا في سبيل الإسلام وفي سبيل الدعوة الإسلامية هو سلمان الفارسي الذي وضع كل خبرته في الحياة في خدمة الإسلام والمسلمين، وبقي على عهده من رسول الله حتى بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لم ينحني ولم ينثني وبقي دائما وأبدا يقف إلى جانب الحق حتى في أيام الفتن وفي أيام الحروب التي حدثت بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بقي سلمان صاحب إذا صح التعبير صاحب رؤية سياسية واضحة لم تجعله يصطف أو لم تجعله يعني حائرا أو حياديا بين الفرقاء، وإنما كان دائما وأبدا إلى جانب أهل البيت إلى جانب أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام كما أوصاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فسلام الله على سلمان يوم ولد ويوم مات ويوم يبعث حيا. اللهم صل على سيدنا